بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ من النهاردة مجموعة محاضرات في موضوع الاستاتيستكس اند probability. طبعا الاستاتيستكس اند probability حاليا بقت من الموضوعات اللي هي بتجذب عدد كبير جدا من الناس طلبة الكمبيوتر لارتباطهم بالداتا ساينس والماشين ليرنينج. لكن الاستاتيستكس والبروبابيليتي يعني استخداماتهم في الهندسة وفي الكمبيوتر وفي الكمبيوتر ساينس لا تعد ولا تحصى، بالإضافة طبعا لأن هم مكون أساسي لأي حد عايز أنه هو يبقى قادر على استخدام الماشين ليرنينج والداتا ساينس في حل مشكلات بيواجهها. احنا ان شاء الله النهاردة هنبدأ بمقدمة بسيطة عن الاستاتيستكس، وهنمشي بالترتيب اللي هو بتاع الكتاب بتاعنا اللي هو كتاب Elementary Statistics الطبعة 12 لماريو ترايولا، وده كتاب مستخدم بكثرة في الكورسات بتاعة الاستاتيستكس والبروبابيليتي، وبيغطي يعني بيدي شرح عميق شوية للمفاهيم اللي بيعرضها، وده هو المطلوب لينا احنا كطلبة في هندسة وفي كمبيوتر، اننا بيبقى بالنسبة لنا الاستاتيستكس مش مجرد ميثودز بنطبقها وخلاص. يعني احنا مش هدفنا اننا نتعلم معادلات نعوض فيها، ندخل فيها شوية داتا ونعوض فيها فيطلع لنا some measurements او some statistics، زي مثلا الافريج. احنا يعني من يعني كلنا بنعرف نحسب متوسط ارقام، دي حسبة تعتبر جزء يعني تندرج تحت الاستاتستكس، اني احسب الافريج او المين اوف سام نمبرز. فبالنسبه لنا الاستاتستكس هو فرع من الرياضيات، فرع يعني يمتد لقرون سابقه، طرق مستقره وثابت يعني الجوده بتاعتها والفايده بتاعتها من زمان جدا. بتوع الإحصاء دايما بيوصفوا من زمان يعني إن الإحصاء هي علم البيانات، ساينس اوف داتا. بس احنا مش هنخلط ده بمفهوم الداتا ساينس اللي هو مستخدم في الوقت الحالي ومنتشر والناس كلها بتحاول تتعلمه. يعني هنفصل بينهم في السلايد الجاية، هنشرح يعني إن احنا مش مفروض نخلط بينهم. الاستاتستكس حاجة علم مستقر، مجموعة كبيرة جدا من الطرق الرياضية اللي بيها او اللي بيستخدمها الباحثين عموما في مختلف التخصصات، مش حكر على الناس بتوع الرياضة بس، يعني هي طرق قدمها الرياضيين الماثيماتيشنز، ولغاية دلوقتي العلم بتاع الاستاتيستكس ده في يعني مجال كبير للتطور وان هم يقدموا لنا طرق جديدة وكده. لكن الطرق اللي بيقدموها ديت بيستخدمها الريسيرشرز عموما في مختلف التخصصات علشان يصمموا او يعملوا تخطيط للستاديز والاكسبيرمنتس بتاعتهم، علشان يعرفوا ازاي يجمعوا الداتا بشكل كويس، علشان يعرفوا ازاي يسمرايز. احنا قلنا مثال الافريج، ان انا احسب الافريج اوف سام نمبرز، ده كده كاني لخصت قيم كتير، 100 فاليو مثلا، في رقم واحد يمثل متوسطهم، ممكن كمان رقم تاني يمثل الفاريانس او الستاندرد ديفيشن بتاعهم وما الى ذلك زي ما هنتعلم. يعني طبعا موضوع الاستاتستكس مش مفترض ان هو موضوع اول مره تسمعوا عنه، اكيد خدناه قبل كده او خدنا مقدمه ليه في الثانوي، لكن احنا عايزين بقى علشان نستفيد منه في شغلنا، خصوصا الناس اللي هي مهتمه بالفيلد بتاع الماشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن والناتشرال لانجويج بروسيسنج والتطبيقات الجميله ديت. الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى شويه معادلات وخلاص، يعني لازم احنا نبقى ايه، واحنا بنتعلم الاستاتستكس عايزين نفهم الايه الموضوع بشكل اعمق شويه من ان هو شويه معادلات بنعوض فيها خلاص. والكتاب ده بيساعدنا اننا نفهم الدنيا بشكل افضل، ما تبقاش الموضوع بلايند كده ابلكيشن اوف سام ميثودز، وبعدين النتائج ما تبقاش مفيده، ما نقدرش نعتمد عليها،
تبقى الميثود صح، بس احنا وقعنا في حاجات. يعني الاستاتستكس بيساعدنا اننا نعمل الخطوات دي مظبوط، الاستادي تبقى صح، الداتا كولكشن تبقى مظبوطة، طريقة تنظيم وعرض وترجمة الانتربريتنج اوف داتا، ان احنا ناخد كونكلوجنز بقى. وده زي الكلاسيفيكيشن والريجريشن اللي هي ابرز البروبلمز بتاعة الماشين ليرنينج. دي تعتبر تطبيقات مباشرة او تندرج تحت ما يسمى الانفرنشال استاتستيك. يعني احنا عندنا الاستاتستكس عموما الناس بتقسمه لنوعين، هي طرق بعضها بيستخدم في وصف الداتا اللي هي بيسموها الديسكريبتيف ستاتستكس، اللي هي من امثلتها ان احنا نحسب المتوسط والستاندرد ديفيشن والحاجات اللي احنا ممكن تكونوا انتوا خدتوها قبل كده. والنص الفرع الثاني من الاستاتستكس ما يسمى الانفرنشال ستاتستكس، ان احنا ننفير او نستخلص او نستنتج حاجات بيزد على داتا اكزامبلز عندنا زي الكلاسيفيكيشن والريجريشن وما الى ذلك. طيب احنا طبعا في عصرنا الناس بتستخدم كلمة داتا ساينس في كل حتة، يعني دي تريندنج وورد، كله عمال يقول انا عايز اشيفت ماي كارير ابقى داتا ساينتست. بنشوف يعني الجوب ده بقى فيري هوت يعني توبيك، وبقت الشركات الكبيرة بتدور على الناس الشاطرة في الفيلد ده، وبيشتكوا ان برضو ان عدد الناس المتخصصة فيه مش بالقدر المطلوب. ده الشركات الكبيرة زي جوجل وغيرها يعني. طيب هل الاستاتستكس هو نفسه الداتا ساينس؟ احنا قلنا ان الاستاتستكس ناس كتير خصوصا الناس بتوع الرياضة والإحصاء الاستاتستيشنز بيعتبروا ان الاستاتستكس هو العلم المتعلق بالديتا. طيب هل هو نفسه الداتا ساينس؟ لا، المعنى اللي الناس بتستخدمه للداتا ساينس في وقتنا هو اشمل من الاستاتستكس. يعني الاستاتستكس انها جزء من تكوين الداتا ساينتست، كانها سبسيت جوه الداتا ساينس. يعني الداتا ساينس بيشتمل بالاضافه للاستاتستكس تطبيق الاستاتستكس على الكمبيوتر ساينس والسوفت وير انجينيرنج. علشان كده الداتا ساينتست بيبقى محتاج، طبعا بيبقى محتاج سوليد باك جراوند في الاستاتستكس، بالاضافه الى ان هو لازم يبقى عارف حاجات في الكمبيوتر ساينس، لانه بيتعامل طبعا الداتا ساينس في وقتنا احنا عندنا زي كده ما يسمى البيج داتا بقى، الداتا الضخمه ديت والداتا اللي احنا الموزعة، وبنستخدم الكلاود كومبيوتنج في حاجات كتير. بيبقى الداتا ساينتست كودنج، بيكتب كود. فالداتا ساينتست اشمل شوية من الاستاتستيشن. يعني الاستاتستكس مهمة بالنسبة للداتا ساينس، بس هي تعتبر عمود من الاعمدة اللي هو بيعتمد عليها، عمود مهم لازم يبقى قوي في الاستاتستكس. بس بالاضافة لكده لازم في الكمبيوتر كمان يبقى كويس. يعني ده المتوقع لما شركة تبقى طالبة داتا ساينتست، هي متوقعة ان هو يقدر عنده الاناليتيكال سكيلز بتاعت داتا اناليتكس، عنده القدرة يتعامل مع بيج داتا، عارف الكلاودنج، عارف بالاضافة طبعا ان هو شاطر يعني عارف statistics بعمق مش مجرد معرفة سطحية. طيب عموما بقى نرجع للاستاتستكس اللي هي بنحاول النهارده نفهم فكرتها او الهدف منها ايه. العلم ده احنا يعني قلنا شويه كلام في الاول كده زي ديفينيشن، ان هي مجموعه ميثودز بتعمل الكلام ده. بس هو ايه اللي رابط بين الاكسبيرمنت وبين تنظيم او سمرايزنج داتا وكلاسيفيكيشن وريجريشن؟ يعني ايه الروابط اللي بتربط الحاجات دي ببعض الميثودز دي؟ نفهم بس الاستاتستكس، احنا في الاخر بيبقى عندنا هدف معين اننا نجاوب على بعض الاسئله عن سام اوبجكتس. يعني مثال لو انا عايز اعرف مهتم، يعني في شخص ما او جهه ما او حكومه ما مهتمه ان هي تعرف بالظبط مثلا في وقتنا الحالي ممكن مثلا يقول ايه، احنا عايزين نعرف حاله الكورونا في مصر،
يعني عايزين نعرف كم واحد مصاب وموجودين في أنهي محافظات وأنهي فئة، يعني هل الأطفال مصابين أكتر ولا الكبار، ولا ومين اللي نسبة قد إيه بيروحوا المستشفيات ومحتاجين رعاية، نسبة قد إيه ممكن، يعني نسبة قد إيه مثلا خدوا اللقاح وما فرقش معاهم، حاجات كتير، أسئلة كتير بنبقى محتاجين ندرسها على مجموعة من السبجكتس او الاليمنتس او الاوبجكتس او وات ايفر. فاحنا في الغالب بيبقى عندنا بوبيوليشن، يعني مجموعه خلاص من الناس او من الاوبجكتس او من الاشياء، مش لازم يكونوا ناس، يعني من الاشياء اللي احنا مهتمين بدراستها، مهتمين باستكشاف بعض العلاقات جواها، مهتمين اننا نجاوب على اسئله متعلقه بيها. خلاص، فلو احنا الاكزامبل اللي انا قلته ده بتاع ان احنا مهتمين كانها مثلا الحكومه المصريه مهتمه انها يبقى عندها داتا حقيقيه، يعني معرفه حقيقيه بالستيت بتاع انتشار الكورونا في مصر، يبقى بالنسبه للتوبيك ده البوبيوليشن هو كل الناس البشر اللي عايشين جوه مصر او اللي موجودين جوه مصر حتى لو مش مصريين، والمصريين اللي بره مصر خارج البوبيوليشن ده. يعني احنا علشان نعرف بالظبط الستيتس بتاعة الكورونا في مصر، فاحنا لو قدرنا نروح لكل انسان جوه مصر ونشوف حالته ايه، هنقدر نجمع داتا تعرفنا بشكل كامل حالة الكورونا في مصر ايه. ده كده مثال لبوبيوليشن من البشر. يعني ممكن مثلا يكون البوبيوليشن اصغر من سكان بلد، زي لو احنا مثلا في كليه في قسم حاسبات وهنعمل يوم ترفيهي للطلبه، فعايزين نعرف، يعني عندنا حاجه مش عارفينها، سؤال عايزين اجابته، يا ترى ايه انسب يوم ما يكونش متعارض مع الاسكادجول بتاع الطلبه، يعني ايه انسب يوم للطلبة، ممكن نروح للطلبة بتوع القسم ده، كده البوبيوليشن بتاعنا، ونشوف امتى بيكونوا فاضيين، هم يفضلوا يوم ايه وحاجات كده. يعني ممكن ان احنا نرجع للبوبيوليشن بتاعنا ده اللي هو في حالة اكتيفيتي او ايفنت خاص بديبارتمنت معين، يبقى طلبة الديبارتمنت ده. مثال برضو من فترة كده قصيرة، كنت في سوبر ماركت وبعدين في حد كان بيقول لأحد المشرفين أو المديرين، يعني اللي واقف بين الصفوف كده بتاع الماركت، إن في علب زبادي صلاحيتها خلصانة. فهو نده أحد العمال المشرف ده وقال له روح شوف لي كام علبة منتهية أو حاجة كده. فهنا بالنسبة للمشرف ده أو المدير بتاع الماركت ده، هو مهتم بمعرفة من بين علب الزبادي اللي موجودة جوه المحل ده في كام واحدة منتهية الصلاحية أو فبالنسبة له البوبيوليشن هو شوية علب الزبادي اللي جوه المحل، وهو دلوقتي مهتم إن هو يدرس حاجة متعلقة بيهم علشان ياخد قرار بعد كده، يبقى عارف لو لقى إن في علب كتير منتهية ممكن ياخد قرار إن هو ما يجيبش كمية كبيرة في الأيام اللي جاية، حاجات كده يعني. فيبقى إحنا دايما بنكون عايزين ندرس some population علشان نجاوب أسئلة معينة، إحنا عندنا أسئلة عن ال population ده، فعشان كده عايزين ندرسه. فبنحدد الأول إيه هو ال population بالظبط، وبعدين لو قدرت أجمع data من كل element أو كل subject في ال population ده، ده هيبقى أفضل شيء. يعني العامل اللي هو في محل أو في السوبر ماركت ده هو ما عندوش علب زبادي كتير، فيقدر بسرعة هو يشوف فعلا كل علبة تاريخها ايه وكده، ويقدر يعرف بشكل حاسم ان مثلا 50% من العلب منتهية الصلاحية دلوقتي. فيبقى هنا لو انا اقدر اكولكت ديتا من كل سبجكت، يعني من كل عنصر، من كل ممبر في البوبيوليشن دي، هنسميها او بنسميها سنسس. سنسس بالعربي بنسميها التعداد، اللي هو مثلا في البلاد، يعني مثلا في كل بلد تقريبا بيتعمل
في توقيت معين تعداد، بيبقى حكومة البلد مهتمة إن هي تجمع داتا من كل أسرة، من كل فرد، تعرف معلومات كاملة، مش تجمع عينة وتاخد منها وكده. زي مثلا في مصر مفروض بتتعمل كل 10 سنين، يعني اتعملت 2017 مثلا تعداد، في أمريكا بتتعمل مثلا كل إيه، في نهاية يعني كل 1990، 2000، 2010، 2020 وهكذا. ودي بتبقى حاجة يعني دستور البلد بيلزم الحكومة إن هي تجمع التعداد ده، علشان بيه نقدر نعرف بالضبط حالة البلد، ونقدر إننا نخطط للمشاكل بتاعة البلد وكده. فممكن مثلا في بلد من البلاد واحد يخبط على بيت ويقول له أنا مندوب التعداد ده، ومفروض في مصر كده، بس يعني ما بقتش زي زمان الموضوع، يعني مش بيبان للناس العادية زي زمان. لكن ممكن في بلاد زي مثلا في بريطانيا او امريكا او كده، تلاقي ان لو واحد رفض ان هو يتعاون مع مندوب التعداد ده بيعتبروها جريمة. يعني دي بتبقى حاجة خطيرة جدا لو واحد قال انا مش هديك معلومات او انا مش هتعاون معاك او كده. فالسنسس ستادي معناها دراسة او يعني تجميع داتا من كل ممبر في population. طيب احنا عادة بقى الـ populations بتاعتنا اللي بتبقى عايزين ندرسها بتكون عدد الممبرز فيها، يعني بلاش subject، هي طبعا كلمة subject بنستخدمها كتير خلاص، بس علشان يمكن احنا لسه جداد في الموضوع، هنقول عدد الممبرز بتاعت اي population بيكون دايما كبير. يعني practically بيكون عدد، لو احنا بنتكلم على بلد او كده هنبقى ملايين. فعلشان نعمل census study، يعني دراسة على ال population members كلهم، ده بيبقى ساعات بيبقى صعب، مكلف، بياخد وقت، وساعات اصلا بيبقى مش منطقي. يعني يبقى احنا عايزين نجاوب اسئلة، بس التكلفة اللي هنعملها علشان نجاوب على السؤال ده باننا نجمع داتا من كل member في ال population شيء يعني مش عملي خالص. فعلشان كده براكتيكالي بقى الناس من زمان جدا، من مئات السنين، فهموا ان انا مش هقدر اجاوب على الاسئله باني اشوف بنفسي كل فرد في البوبيوليشن. وده مش معناه ان احنا مش هنستسلم ونقول خلاص انا مش قادر اشوف. مثلا في مصر ممكن نقول لشخص ايه رايك مثلا، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب لو عشان نجاوب على السؤال ده إجابة حقيقية صريحة، يبقى لازم نسأل البوبيليشن كلهم. فلما يطلع واحد يقول إيه إن نسبة الأهلاوية كذا ونسبة الزملكاوية كذا، ممكن أي واحد يطلع يقول له أنت كذاب، أنت هو أنت يعني رحت على كل واحد مصري وسألته أنت أهلاوي ولا زملكاوي عشان تطلع النسبة دي؟ فهل معنى إن إحنا ما نقدرش أو صعب إن إحنا نروح لكل ممبر في البوبيليشن، صعب اننا نعمل سنسس ستادي، هل ده معناه ان احنا ما نقدرش نطلع باجابات لاسئله زي كده؟ لا، هو الاستاتستكس اصلا اتعمل علشان يبقى عندنا القدره اننا نقدر نعمل جنرال، يعني نقول ان نسبه كذا في المية اهلاويه ونسبه كذا في المية زملكاويه، من غير ما نخوض التجربه الصعبه او الاستادي اللي هي الكامله ديت، اللي هي تمشي على كل ممبر وتساله. فالستاتيستكس بيعتمد اننا بنكولكت سامبل، عينة من البوبوليشن، والسامبل ديت بندرسها وبنحسب الحسابات عليها وبنجيب نتائج منها. بس مفروض ان احنا نعمل العملية دي، يعني نختار، يعني نجمع السامبل بطريقة صح، تمام، بحيث اننا لما نطلع نتائج من السامبل ده نقدر نجنراليز النتائج دي على البوبوليشن كله. يبقى الجنراليزيشن له اصول، والاستاتستكس بتحاول ان هي تحافظ على الاصول ديت، ازاي نجمع السامبل، ازاي نشتغل بحيث اننا نقدر نجنراليز في الاخر، فنبقى معانا نتيجة او اجابات للاسئلة. الاجابات دي مش هتبقى دقيقة طبعا 100%، بس تبقى تقريب مقبول لإجابة السؤال ده لو عملنا السنسس ستادي على البوبوليشن كله. فدي هي
الميجر اوبجكتيف بتاع الاستاتستكس. وبالتالي احنا في الاستاتستكس لازم في البداية نبقى فاهمين اننا عندنا حاجة اسمها بارامتر وحاجة اسمها statistic. يعني كلمة statistics كاسم للعلم، لكن برضو عندنا مصطلح statistic اللي هو some measurement. فعندنا احنا اتفقنا ان في population اللي هو complete collection لكل elements او كل objects او كل subjects او كل members اللي احنا عايزين ندرسهم. ولو احنا معانا البوبوليشن كله صغير مثلا، يعني مثلا لو انا عايز انا مهتم بدراسة حاجة متعلقة بدفعة محددة في قسم حاسبات، والدفعة دي فيها 20 ل 30 طالب، وبالتالي فانا البوبوليشن في ايدي ان انا اخش عليهم واسألهم او اديهم سيرفي او اجمع داتا عنهم كلهم. فانا كده لو عملت الميجرمنت او الحسبة اللي انا عايز اعملها على البوبوليشن كله، يبقى النتيجة ان انا حسبت بارامتر اللي هو مفروض انه فعلا يعبر عن البوبوليشن. يبقى احنا عندنا بوبوليشن احنا مهتمين نفسنا نعرف البارامتر ده. لو قدرنا نقيس ونحسب خلاص من كل ممبر في البوبوليشن، يبقى النوميريكال ميجرمنت ده هتوصف لي فعلا خاصية في البوبوليشن ده. يبقى البارامتر هو الاوبجكتيف بتاعنا. طيب احنا مش قادرين نحسب البارامتر ده لان احنا ما عندناش الداتا بتاعت كل الممبرز بتوع البوبوليشن. فاحنا هنتفق ان في الاستاتستكس بنعمل سامبل. طب السامبل دي هي سب كوليكشن او سب سيت من الممبرز، بنختارهم من البوبوليشن مش كل البوبوليشن. وغالبا السامبل بتبقى عدد الممبرز في السامبل او السايز بتاع السامبل بيكون اصغر بكتير من البوبوليشن كاونت. فاحنا لما بنجمع سامبل، الحاجه اللي بنحسبها من السامبل بيبقى اسمها ستاتستيك. يعني لو انا عايز احسب متوسط درجات دفعه مثلا تانية حاسبات في ماده ما، انا معايا كل الطلبه، معايا درجاتهم كلهم، فانا لما هحسب الافريج بتاع الدرجات في كلاس معين او في كورس معين، انا كده عارف ان انا حسبت البارامتر. انا فعلا دي رقم دقيق يعبر عن متوسط درجات الطلبة، لان ده البوبوليشن كله معايا، تمام؟ فيبقى ده بارامتر. لكن لو انا عندي بوبوليشن كبير ومش معايا كل الداتا بتاعته، لو افترضنا ان مثلا انا مش معايا غير نص درجات الطلاب، يعني حد اداني الدرجات بس ضاعت، مش معايا دلوقتي غير نصها، فانا في الحاله دي هقول ما هو النص ده انا ممكن اعتبره سامبل، عينه من درجات الطلاب كلهم. فلو انا حسبت الافريج على السامبل ده، انا ما حسبتش، ما دخلتش معايا درجات كل الطلاب، دخلت درجات مجموعه من الطلاب. فالحاجه اللي حسبتها دي اللي هي نفسها افريج برضو، بس الحاجه اللي طلعت لي هسميها هتبقى statistic، هتبقى numerical measurement بيديسكرايب السامبل. طيب هل القيمة بتاعت الافريج اللي انا حسبتها من البوبوليشن هتساوي القيمة اللي حسبتها من السامبل؟ الطبيعي ان هيبقى فيه فرق. احنا بقى لو اخترنا السامبل صح، لو احنا مش قادرين نعمل نجمع داتا من البوبوليشن كلها ومضطرين نشتغل على سامبل، وده طبعا هو الوضع الايه الغالب في الاستاتستكس. ففي الحالة دي احنا محتاجين، او العلم اللي هو الاستاتستكس ده بيساعدنا اننا ما نبقاش شغالين وخلاص. لان انا لو جبت سامبل اي كلام، لو انا مثلا معايا درجات نص الطلاب بس اصلا الدرجات دي كانت مترتبة تنازلي، فانا معايا اوائل الدفعة، فهقول دي سامبل من درجات الطلاب واقول ان الافريج كله جايب امتياز، مع ان عندي طلبة كتير خارج السامبل ده ما جابتش درجات عالية. فيبقى هنا السامبل ده مش معبر عن البوبوليشن. كل ما السامبل كان representing للpopulation بشكل أكبر، كل ما كان القيم بتاعت الستاتيستكس اللي بنحسبها هتعتبر estimates كويسة مقبولة تقريبية لقيم البارامتر. احنا هدفنا البارامتر بس اللي في ايدنا نحسبه الستاتيستك، فاحنا نفسنا القيم بتاعت الستاتيستكس ديت تبقى good estimators للparameter values اللي احنا اصلا
بنعمل الحسابات دي علشان نوصل لها. فمهم قوي نفرق بين المصطلحات دي. طيب يبقى إذن السامبل داتا هي حاجة خطيرة أو هي الكي ingredient في الاستاتستيكال ستادي. إن أنا أجمع السامبل داتا إزاي؟ لازم طريقة تجميع السامبل تكون مناسبة بحيث إن هي تعبر بشكل أكبر عن توزيع الداتا بتاعت أو توزيع القيم اللي موجودة في البوبيوليشن. يعني أحد أهم الطرق اللي غالبا إحنا بنبقى واثقين فيها هي إن إحنا نحاول نراندومايز الموضوع على قد ما نقدر. كل ما عملنا الدنيا راندوم كل ما كان السامبل داتا طبعا برضو ما تبقاش سامبل صغيرة. يبقى برضو في نقطة إن أنا إزاي أحدد السايز بتاع السامبل دي ممكن نشوفها في محاضرات قدام. خلاص بس كل ما عملنا راندومايزيشن كل ما كان ثقتنا إن السامبل دي بتريبريزنت البوبوليشن بشكل أفضل هتزيد. طيب هنا بقى الطرق بتاعة الإحصاء نفسها ممكن تبقى طريقة قوية جدا، بس لأن الداتا اللي إحنا دخلناها للميثود ما كانتش كويسة أو ما كانتش مجموعة بشكل معبر عن البوبوليشن، فالاستاتيستيكال ميثود مهما كانت قوتها ممكن ما تنجحش لأن السامبل داتا مش مناسبة علشان نقدر نجنراليز الريزلتس بتاعت الاستاتيستيكال ستادي دي. يعني هي في طريقة إحصائية معادلات بنعوض فيها بندخل الداتا فيها، وفي داتا لازم الاستاتيستيكال ميثود تكون طبعا مناسبة أو بتساعدنا إننا نحل الأسئلة اللي إحنا عايزينها، بس لازم كمان السامبل داتا تبقى هي كمان اتجمعت بشكل سليم أو اتكونت الداتا نفسها اللي اتبنت عليها الدراسة تكون الكواليتي بتاعتها مناسبة. طيب احنا كلمة داتا عمالين نقولها كتير، فطبعا احنا عارفين ايه هي الداتا. بالنسبة لنا هنا هي يعني هو بيقول لنا دي observations، زي ان احنا قياسات حاجات قسناها، في حاجات بتبقى responses. احنا دايما في الدراسات اللي هي فيها جزء statistics يعني ممكن ناس بتعمل surveys وبتطلب responses بتاعتها، بنوزع ورقة فيها شوية اسئلة وبنشتغل على الإجابات، فهي دي الداتا انتريز اللي دخللنا. طبعا الداتا عموما لو أنا بجمع داتا عن طلبة students أو عن بشر يعني، فأنا عندي fields كتير، أعمدة كتير بتمثل features مختلفة أو خصائص مختلفة للentities أو للsubjects اللي أنا بجمع الداتا دي عنهم. فالداتا أنواع كتير، بس إحنا طبعا في الغالب إحنا والطرق بتاعه الاحصاء والماشين ليرنينج والكلام ده بنفرق في حاجات تنفع مع الكوانتيتيف وحاجات تنفع مع الكاتيجوريكال او الكواليتيتيف. كوانتيتيف داتا يعني ارقام، ارقام ليها معنى كرقم، زي قياسات حاجات بنقيسها، زي كاونتس حاجات بنعدها، دي كوانتيتيف داتا او داتا رقميه. وفي كاتيجوريكال او اتريبيوت او كواليتيتيف داتا اللي هي الداتا ما هياش رقمية، هي بتبقى كاتيجوريز واحنا لكل صف مثلا بنختار واحدة من الكاتيجوريز ديت. زي مثلا لو انا بجمع بيانات اشخاص او طلاب، فاحد الحاجات اللي تهمني لكل طالب ممكن الجندر ميل ولا فيميل، فدي تعتبر كاتيجوريكال او كواليتيتيف داتا. سيتي المدينة اللي هو منها، لو انا بجمع داتا فيها الوان، زي مثلا لو بجمع داتا بتمثل عربيات فالموديل بتاع السياره مش عارف سنه كذا، اللون بتاع السياره، فيبقى الكالر ده هيعتبر كاتيجوريكال او اتريبيوت داتا ايتم او داتا فيلد. طيب برضو احنا عندنا ديسكريت وكونتينوس. الديسكريت داتا احنا عارفين ان هي ان انا بختار من فاينايت سيت اوف values او countable number حتى لو infinite 0 1 2. لو انا مثلا بجمع عدد
الطلاب مثلا اللي هم جابوا اكتر من حاجة معينة، او اللي جم في يوم معين، خلاص. فهو ممكن يبقى رقم صحيح، مش ممكن يبقى مثلا واحد ونص، اتنين وربع. فدي كده discrete example او discrete data value. لكن ال continuous بيقدر ياخد اي قيمة على continuous scale في range من ال values من غير اي gaps او jumps، مفيش اي قيمة في النص. فيبقى عدد القيم اللي ممكن نحطها في خلية مثلا او في كداتا فاليو عندي بيبقى عدد لا نهائي من القيم. فطبعا انتوا عارفين الديسكريت والكونتينوس مش جديد علينا الكلام ده. طيب برضو في حاجة مهمة بيشرحها لنا في اول شابتر في الكتاب، اللي هي الليفلز اوف ميجرمنت. الليفلز اوف ميجرمنت ان الداتا ممكن نقول عليها جاية من نومينال ليفل اوردينال انترفال ريشيو. طب ايه هي الليفل اوف ميجرمنت دي، او مستوى القياس؟ هي دي بقى مش مجرد تقسيمات كده نظرية بناخدها في اول محاضرة بدون سبب. يعني بيحصل ان كتير مننا بيسيء ترجمة او الانتربريتيشن بتاعت الداتا. هنشوف اكزامبل هو برضو ضربه لنا في احد الاسئلة اللي كان على الجزء ده، بس يمكن من طبعة اقدم من الكتاب، اللي هو في كرتون ستريب زي حلقات الكرتون دي اللي بتبقى في المجلات والجرايد، اسمها بورن لوزر. فهو الشخصيه اللي في السيريس اوف كرتونز ديت اسمها بروتس، في احد الحلقات ديت او في احد الكرتون ستريبس ديت كان بروتس فرحان قوي، اظهر فرحه ان التمبريتشر زادت من درجه مئويه لدرجتين. فالناس بتسأله يعني ايه الحاجة الحلوة اللي مخليك فرحان وبتحتفل ان درجة الحرارة بقت 2؟ فقال لهم ده معناه انها twice as warm as this morning، يعني في الصبح كانت درجة الحرارة 1. فبروتس لما شاف ان درجة الحرارة زادت من 1 لـ2 قال او فسر ده الانتربريتيشن بتاعت القيمة ديت 2 و1 ديت، فهمه ليها خلاه يقول ان 2 ديت twice as warm as this morning، يعني ضعف الدفء اللي كان موجود الصبح. فهل الفرق بين درجة ودرجتين او زيادة درجة الحرارة من 1 لـ2 فعلا معناها ان الدفء اللي في الجو او الحرارة اللي في الجو تضاعفت twice as warm؟ احنا هنشوف دلوقتي ان ده مش حقيقي، لان التمبريتشر بتنتمي لليفل اوف ميجرمنت اسمه الانترفال. ف مهم قوي اننا واحنا بنفسر الداتا واحنا بنفكر فيها بنفهمها بنترجمها بنوصفها نستخدم الوصف الصحيح بالنسبه للمعنى او الليفل اوف ميجرمنت بتاع الداتا دي. يعني الليفل اوف ميجرمنت ده 4 حاجات هناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه النومينال داتا. النومينال داتا هي الداتا اللي ما فيهاش ترتيب، احنا مش بنقيسها على مسطرة او على سكيل فيها حاجة صغيرة قيمة صغيرة وقيمة اكبر. النومينال داتا القياس بتاعها انها قيم كاتيجوريز منفصلة مفيش معنى للترتيب فيها. يبقى لو انا مثلا الجندر الميل والفيميل، فانا وانا بحسب او وانا بجمع داتا عن الطلبة عن كل طالب لازم اعرف الجندر بتاعه، فانا مش بقيسه بمسطرة، لا ده انا بعرف هو كده ولا كده، ومفيش حاجة فيهم اصغر من التانية. فالديتا بتاعتنا لما بتكون من النومينال ليفل ده بتبقى مكونة من كاتيجوريز زي اسامي او ليبلز او كده بس، ما فيش معنى ان احنا نرتبها نقول ان ده الصغير وده الكبير. زي مثلا قلنا لو بنجمع ديتا عن عربيات، فأحد الفيلدز إن أنا هشوف لون العربية إيه، أحمر ولا أخضر ولا أصفر ولا كده، فمش هيبقى فيه معنى قوي إن أنا أقول إيه إن الأصفر أصغر من الأحمر أو الأحمر أكبر من الأخضر أو كده. برضو لو أنا بعمل سيرفي أو استبيان، فأحد الأسئلة مثلا بنقول له يس ولا نو، هل أنت مثلا مستعد تاخد لقاح الكورونا؟ فهيقول آه أو لأ، تمام. فهنا انا يا اما بختار يس او نو، مفيش ترتيب، مفيش، مش هقول ان النو هي الصفر واليس هي الواحد او كده،
مع ان انا ممكن في الجندر او اليس او نو او الكار كلر احط اكواد رقميه، يعني بدل ما اسجل احمر اصفر اخضر كده، ممكن اقول ان الاحمر ده يعني واحد والاخضر يعني اتنين والاصفر يعني تلاتة وكده. فتبدو الداتا وانا بتفرج على الداتابيز، على لو هي مثلا في تيبل في داتابيز، انا وانا بتعامل مع الداتا دي ممكن اكون شايفها ارقام، بس انا عارف ان الارقام دي مفيش معنى للترتيب فيها، دي مجرد اكواد انا حطيتها. لو انا قلت ان الفيميل واحد والميل اتنين، ده مش معناه ان انا بقول ان الفيميل مرتبها الاول وبعدين الميل، دي مجرد ممكن تبقى اكواد رقميه محطوطه كده للداتا وخلاص. لكن انا فاهم ان الداتا دي نومينال، الميجرمنت بتاعها ما فيهوش تدريج او ترتيب. فده اول حاجه معنى النومينال داتا. تاني حاجه الاوردينال داتا. الاوردينال داتا معناها ان الداتا بتاعتي في معنى للترتيب بتاعها، يعني هي تبدو كاتيجوريز بس في معنى للترتيب، ممكن نرتبها من الصغير للكبير، يعني في سكيل، في ليفل اوف ميجرمنت. انا اقدر اقارن تو فاليوز اقول ان دي اصغر من دي او دي قبل دي ودي بعد دي، بس الفروق بين الفاليوز صعب تحديدها او ملهاش معنى. يعني ايه اوردينال؟ يبقى هنا النومينال ما كانش فيه معنى للترتيب، الاوردينال فيه معنى للترتيب بس ما اقدرش اقيس الفرق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هنا هو مدينا اكزامبل تحت ننط عليه الاول وبعدين نرجع نقرا ده مع بعض. فبيقول لو انا في بستخدم الجريد ليترز زي ايه بامتياز وجيد جدا وجيد والكلام ده، فانا عارف ان الاي اكبر من البي والبي اكبر من، يعني عارف ان في ترتيب هنا. لو في ستودنت جايب جريد اي هيبقى اعلى من الستودنت اللي جايب جريد بي، والبي اعلى من السي والسي اعلى من الدي والدي اعلى من الاف، انا عارف ان في ترتيب. هي انا لو جيت احط للطالب مش هحط له هنا رقم، لو هو ده يعني الفيلد، ده الفيلد اللي هو جريد ليتر ده بيبقى كل طالب محطوط له جريد حرف من الخمس حروف دول، فانا ممكن اعتبر ده كاتيجوريكال هنا ان انا بختار حاجه من الخمسه دول، تمام؟ بس يفرق ان انا احط جريد ليتر عن ان احط رقم، يعني لو حطيت درجة الطالب على طول هتبقى بيان رقمي، لكن لو حطيت جريد ليتر A و B و C و D، انا دلوقتي لو عندي ثلاثة طلبة، واحد جايب A وواحد جايب B وواحد جايب C، هل انا عارف الفرق بين، هل انا اقدر اقول ان ال A ناقص B هي نفسها ال B ماينس C؟ احنا الجريد ليتر اللي هي حاجة زي ال A ديت بتبقى مش رقم محدد، مش specific value، عادة بتبقى range of values. يعني مثلا في جامعة ممكن يكون من فوق التسعين لغاية المية، ده هنسميه A، وبعدين مثلا من 81 لتسعين هنسميه B وهكذا. أنا لما يكون معايا طالب جايب A أنا معرفش هو جايب 92 ولا 94 ولا 99 ولا 100، جايب كل درجة نهائية. نفس الكلام البي، ممكن يكون الفرق بين الـ A والـ B درجة، وممكن يكون 20 درجة. فأنا عارف إن الـ A أعلى من الـ B، بس مش عارف بالظبط، مش قادر اديترمن الديفرنس. لو انا طرحت ال A ماينس B فانا مش قادر اعرف بالظبط الفرق ده كام، فهو يبدو لي ان في فرق بينهم 1 بس هو فعليا مش 1، يعني ما اقدرش اقول ان اي واحد جايب A وواحد جايب B الفرق بينهم متساوي. لو عندي اتنين طلبه جايبين A واتنين طلبه تانيين جايبين B، وطرحت الاولاني في A ناقص الاولاني في B، مش هيطلع نفس القيمة بتاعت التاني في الـ A والتاني في الـ B. يبقى الـ difference هنا أنا ما أقدرش أوصفه. لو أنا طرحتهم من بعض أو جمعتهم على بعض وحسبت متوسط في الـ ordinal data، يعني هي دي إحنا ليه بنهتم بالـ ordinal data والـ nominal والكلام ده؟ إن إحنا أحياناً ممكن نتعامل مع ordinal data على إنها داتا رقمية عادية، ونبدا اننا نجمع ونحسب متوسط مثلا. فهو هنا بيقول لنا ان الاوردينال داتا هي داتا نقدر نرتبها، يعني في معنى للترتيب ان ده اصغر من ده، لكن اصغر بقد ايه الفرق بين التو فاليوز، يا اما يكون ما نقدرش نحدده بالظبط او يكون مينينجلس.
مينينجلس زي ايه؟ مثلا بيقول مثال تاني هنا، لو انا عندي بخزن بيانات لعيبه كوره، فاحد البيانات ان انا في لعيب كل صف هخزن فيه بيانات لعيب، فمنها مثلا رقم الفانيلا بتاعت اللعيب ده في الفريق بتاعه. فانا ممكن ارتب اقول ان ده نمره 2 وده 3 و4 و5 وكده، بس الترتيب ده ملوش اي معنى. لو طرحت، لو قلت ان اللعيب ده رقم 4 واللعيب ده رقم 2 فالفرق بينهم 2، الرقم 2 ده ملوش اي معنى بالنسبه لي. يبقى انا لقيت طريقه للترتيب، لان هم ارقام وانا ممكن ارتبهم من الصغير للكبير، بس الترتيب ده مش بيديني اي معنى. خلاص، فالاوردينال داتا ديت ممكن تديني ريلاتيف كومباريزونز، زي المثال. طبعا مثال الجريد ليترز ده هو الاخطر هنا، لان حاجات كتير في حياتي زي الامازون سيلر رانك، ان انا ممكن ايه اكون بشتري على من امازون او سوق او جوميا او الحاجات ديت، فانا وانا بشتري بشوف كده البياع اللي بيبيع او اللي عارض السلعه دي واخد درجه قد ايه، ممكن يكون 4 ستار، 5 ستار، 3 ستار وكده. تمام، لكن انا ما اقدرش اقول ان البياع نمره الف، ان البياع احمد والبياع علي، لان ده 5 وده 4 فالفرق بينهم 1، وفي بياع تالت 3، يبقى الفرق بين الاربعه والتلاته نفس الفرق بين الخمسه والاربعه. لان انا اقدر ريلاتيفلي اقول مين اعلى من مين، لكن الماجنتيود بتاع الفرق ما اقدرش احسبه بدقه، ولو حسبته ما اقدرش يعني ما اقدرش ابني عليه كونكلوجن. فعلشان كده بيقول لك خلي بالك مثلا الاوردينال داتا، انك انت تبقى حريص وحذر لو هتعمل حسابات زي الافريج. الافريجنج بتاع جريد ليترز ده مش متوقع انه يجيب لي قيمه دقيقه للمتوسط الدرجات بتاعت الطلبه، زي لو انا كنت معايا الدرجات الفعليه، درجه الطالب ده جايب 90 وده جايب 87 وده جايب مثلا 73 وده جايب مثلا 64 وهكذا، اقدر ان انا ساعتها احسب الافريج وانا مطمئن، لان انا عندي سبيسيفيك فاليوز. لكن في الجريد ليترز دي مش سبيسيفيك فاليو، دي رينج اوف فاليوز انا اختصرته كده بحرف. طبعا هو بيقول يوجوالي، لان احنا برضو بنستخدم يعني في الجامعات او المؤسسات التعليميه اللي بتستخدم الجريد ليترز ديت بتحسب حاجه اسمها الجي بي اي، ده استثناء يعني من القاعده ديت، ان هو بيستخدم الجريد ليترز دي في حاجه تشبه الافريج اللي هي الجي بي اي بتاع الطالب. لكن بشكل عام احنا لازم نبقى حريصين لو بنتعامل مع اوردينال داتا، ان مش معنى ان انا قادر ارتب ده 3 ستارز 4 ستارز 5 ستارز ان انا كده بقى معايا سبيسيفيك فاليوز، وان الديفرنسز بين الفاليوز ديت ليها معنى اقدر ان انا احسبها وابني عليها انتربريت حاجه وابني عليها كونكلوجنز بعد كده. ثالث نوع اللي هو الانترفال ليفل، اللي هو بقى ان انا بقدر ارتب القيم والفروق بين القيم دي، زي البيانات الرقميه بتبقى دايما انت عارف. مثلا هنا قال لك التمبريتشر، التمبريتشر دي انا بقيس درجه حراره بترمومتر، فانا بيطلع لي الدرجه بكتبها، فالدرجه دي رقم سبيسيفيك فاليو. فهنا الداتا ممكن نرتبها طبعا من الصغير للكبير او من الكبير للصغير زي ما احنا عايزين، والفروق اللي بين الداتا فاليوز ليها معنى. خلاص، يبقى لو انا عندي حاجه درجه الحراره 50 درجه وفي وقت تاني درجه 25، فانا عارف ان الفرق بينهم بالظبط 25، اقدر ان انا افهمه. بس في حاجه في الانترفال ليفل، احنا طبعا عندنا نوعين، حاجه اسمها الانترفال والريشيو، وهو دي اهم نقطه في المحاضره دي، ان احنا لا مش اهم نقطه في المحاضره، اهم نقطه في الجزئيه دي، اهم نقطه في المحاضره دي اننا نبقى في دماغنا الصوره العامه ل الميجر اوبجكتيف بتاع الفيلد اوف ستادي ده اللي هو الاستاتستكس. تمام، هنا في حته ممكن تلخبطنا شويه، اللي هي الفرق بين الانترفال ليفل والريشيو ليفل اوف ميجرمنت، ان هي ارقام واضح ان هي نقدر نرتبها في الحالتين، بس عايزين نفهم الفرق بين الانترفال والريشيو ليفل. وممكن في الشيت يكون في اسئله تبين لكم
او تثبت ده. ولو في اي حد طبعا عنده اسئله هيتواصل معانا وهنبتدي ان احنا نجاوب على الاسئله دي، فنفهم بالظبط دي ونوقف المحاضره دي بعد ما نشرح الجزئيه دي. طيب ايه هي الانترفال ليفل والفرق بينه وبين الريشيو ليفل؟ الانترفال ليفل هو ده الاكزامبل اللي احنا شفناه من شويه بتاع الشخصيه اللي اسمها بروتاس ديت، اللي هو قعد يتنطط لما درجه الحراره زادت من درجه الى 2، واعتبر ان ده معناه ان الحراره في الجو او الدفء تضاعف. فهل فعلا ارتفاع درجه الحراره من 1 ل 2 معناها ان الورمز بتاع الهواء او الحراره اللي في الهواء تضاعفت؟ الحقيقه ان التمبريتشر دي مثال للي احنا بنشرحه دلوقتي اللي هو الانترفال ليفل. الداتا طبعا درجه الحراره دي رقم نقدر نرتبهم طبعا من الصغير للكبير، نقدر نعرف الفرق بين تو داتا فاليوز، في معنى للفرق. بس الحاجه اللي في الانترفال ليفل ان احنا ناخد بالنا وحذرنا ان الفاليوز ديت ما بداتش عند ناتشرال زيرو، يعني نقطه الريفرنس بتاعنا. احنا بنقول مثلا درجه حراره الجو زيرو او درجه حراره تجمد الماء صفر، هل الزيرو ديجري ده بيمثل فعلا ناتشرال زيرو ستارتنج بوينت؟ يعني ناتشرال زيرو يعني عندها عند النقطة الناتشرال زيرو ديت الحاجة اللي احنا بنقيسها ديت مش موجودة او فعلا انعدمت تلاشت، فاحنا بنقيس حرارة. هل درجة الحرارة زيرو سيليزياس دي بتعني ان مفيش حرارة، انعدمت الحرارة عندها؟ لا، احنا عارفين ان سبب ان ده arbitrary starting point، وان الانسان اختار النقطة دي لان هي نقطة تجمد الماء. اختار السكيل بتاعنا من 0 ل 100 اللي هو من نقطة تجمد الماء لغاية نقطة الغليان، أو درجة حرارة الغليان، درجة حرارة التجمد بتاعة المية لغاية درجة حرارة الغليان بتاع المية اللي هي من 0 ل 100 سلسيوس. تمام؟ فإحنا لما هيبقى حاجة درجة حرارتها 0 سلسيوس زي حتة تلج مثلا، ده مش معناه إن التلج ده ما فيهوش حرارة. الحرارة إحنا في الفيزياء بنتعلم إن الحرارة هي الحركة اللي داخل المادة. فأنا لأن الدرجة دي الصفر ده مش هو نقطة البدء الطبيعية لقياس الحرارة، فلما تبقى درجة الحرارة 1 وبعدين تبقى 2، أنا مش بقارن الواحد لو كان مقارنة بناتشرال زيرو كان هيبقى بيمثل كمية حرارة معينة، ولو كان الزيرو ده هو فعلا انعدام الحرارة كان هيبقى درجة حرارة 2 هي ضعف الحرارة اللي في درجة حرارة 1. فيبقى أنا أبقى حذر، بس هو الهدف من العرض الأولي ده إن إحنا نبقى حذرين في قراءة وفهم الداتا فاليوز بتاعتنا علشان ما نعملش كونكلوجن غلط أو نانتربريت الداتا بتاعتنا ونفهمها بشكل غلط، زي في الإكزامبل بتاع الكرتون ستريب دي، إن هنا بروتاس ده هو فهم إن طالما درجة الحرارة بقت من 1 ل 2 إن كده الحرارة تضاعفت. هي الدرجة تضاعفت لكن الحرارة نفسها اللي الدرجة دي بتعبر عنها ما تضاعفتش، فهي فرق بسيط يعني، بس ايه مهم في فهم الداتا بتاعتنا. يعني غلط ان احنا نقول ان لما انا اقيس درجة حرارة 50 ان دي ضعف السخونة لما كانت درجة الحرارة 25 درجة. انا ممكن اقول ان درجة التمبريتشر نفسها بالسكيل ده تضاعفت لكن الحراره ما اقدرش اقول انها تضاعفت. يعني الداتا فاليوز لما بيكون نقطه البدء بتاعتها مش نقطه طبيعيه، نقطه اربيتري اختارها الانسان بس ما بتمثلش انعدام الكوانتيتي، فاحنا لازم نبقى حريصين ان احنا هنا ما نقدرش ان الريشيو ملهاش معنى او المعنى بتاعها خادع. فانا لو قسمت ال 50 على ال 25 هيطلع لي 2، فهيتهيأ لي ان القيمه دي ضعف كمية الحاجة اللي بقيسها من القيمة دي، لكن لأنهم مش بادئين عند ناتشورال زيرو باليونت دي، اليونت اللي هي الديجري سنتيجريد أو الفهرنهايت، دي يونتس أربيتراري الإنسان اختارها لأسباب معينة،
بس الصفر فيها هو صفر ما هوش طبيعي. طيب طبعا انا لو فعلا معايا بقارن درجة حرارة 50 بدرجة حرارة 25، يعني الدنيا حر جدا، طبعا احنا عارفين ان درجة حرارة 50 دي بتبقى الدنيا حر جدا جدا، 25 بتبقى الدنيا حر بس ايه مقبولة شوية. هل الفرق بينهم الريشيو اللي هي 2 ديت، احنا فهمنا ان هي مش ما نقدرش نفسرها التفسير ده، ان الحرارة ان ده ضعف ان twice as hot as the smaller value. طب امال الفرق بينهم اقدر احسبه ازاي لو انا بدل ما بستخدم السيلزياس ديت استخدمت وحدة تانية، وانتوا درستوا في الفيزياء وحدة تانية للتمبريتشر بيكون الزيرو بتاعها natural zero standing starting point. فأنا هسيب ده exercise ديكو بس لازم تعملوه، لأن ممكن أسألكوا فيه بعد كده في امتحان أو حاجة، إن لو درجة حرارة اتغيرت من 25 ل 50، أو المقارنة بين درجة حرارة 50 درجة مئوية و25 درجة مئوية، خلاص هي مش twice as hot، أمال كام؟ ال 50 درجة أكتر، الحرارة زادت عن ال 25 درجة بمقدار كام؟ نقدر نقول ساعتها لو احنا غيرنا بس الوحدة بتاعتنا، حسبنا التو فاليوز دولت بيونت اخرى تكون ليها ناتشورال زيرو ستارتنج بوينت. برضو السنوات لما بيكون عندي داتا فاليو فيها مثلا سنة الميلاد او سنة مثلا الموديل بتاع العربية دي موديل سنة كذا، فالفيلد اللي هو بتاع الير ده يعتبر مثال اخر لانترفال فاليو. ليه؟ لان انا لو بصيت على، لو انا الرقم ده رجعته للزيرو هوصل لسنة صفر. سنة صفر دي ما هياش ناتشورال ستارتنج بوينت، لان سنة صفر مش هي بداية الزمن، بداية الزمن كان قبل الايه الميلاد بتاع المسيح ب مش عارف بقى ملايين مليارات الله اعلم. لكن احنا اربيترالي كده الانسان اختار ارتضى دي كنقطة بداية لقياس السنوات، فأنا ما أقدرش برضو أقسم سنة على سنة تانية للسبب ده، إن الـ starting point أو الزيرو is not a natural zero starting point. فيبقى دي مع إنها داتا شكلها أرقام بس فيها خاصية معينة، نبقى حريصين بس وإحنا بنترجم الداتا من إن الريشيو أو قسمة قيمة على قيمة أو ما يبدو إن هو تضاعف أو number of multiples of another data value ما هواش بيعبر عن تضاعف الكمية فعلا، ده تضاعف اليونت. خلاص، وده بياخدنا للليفل الرابع اللي فيه بقى كل الحاجات اللي فاتت، بالإضافة إن نقطة الصفر نقطة طبيعية بتمثل انعدام الايه الكمية اللي بنقيسها فعلا. فيبقى انا في الريشيو ليفل، معناها ان انا لو عملت ريشيو قسمت داتا فاليو على داتا فاليو تانية هيديني ريشيو ليها معنى، عشان كده اسمه ريشيو ليفل. فاولا الداتا طبعا نقدر نرتبها، الفروق بين الداتا دي ارقام سبيسيفيك فاليوز فانا اقدر افهم منها معنى، والداتا فاليوز بتبدا من ناتشورال زيرو ستارتنج بوينت، وبالتالي الديفرنسز والريشيوز ليها معنى. زي مثال لو انا بخزن داتا فاليو او بجمع داتا تمثل الاوزان، فالزيرو كيلو جرام الزيرو باي يونت يعني للويت، الزيرو معناه ما فيش ويت، صفر ما فيش وزن خالص. فمعنى كده ان لو واحد مثلا كان وزنه 70 كيلو وبعدين وزنه زاد ل 105، هقول له انت وزنك زاد بنسبة 50%، انا متأكد لان الارقام ديت الريشيو ليها معنى هنا، لان الويت له زيرو ستارت زيرو ناتشورال ستارتنج بوينت. برضو الاسعار لا الكوست والحاجات ديت، لو انا بقارن سعر كتاب ب $50 هقدر اقول ان هو ضعف ثمن الكتاب اللي ب $25، لان انا زيرو دولار معناها كتاب ببلاش، ناتشورالي ستارتنج بوينت. خلاص، فساعتها اقدر ان انا اقسم القيم بتاعت الداتا ايتمز ديت وانا مطمئن. فيبقى ده فرق بسيط جدا ممكن نكون مش واخدين بالنا منه، فممكن احنا في امثله شبه الاكزامبل بتاع بروتاس ده نقع
في الخطأ بتاع إن إحنا بنخلط بين الوحدة وبين الكمية اللي بنقيسها. خلاص لو هي ناتشرال زيرو ستارتنج بوينت مش هنبقى وقعنا في غلط، هيبقى فعلا الريشيو له معنى. لكن لو هو حاجة انترفال زي التمبريتشر اللي بتستخدم يونت ما هياش الزيرو بتاعها ناتشرال او لو فيزيكال بيمثل انعدام الكوانتيتي فيزيكالي يعني، خلاص فيبقى احنا كده ممكن نقع في الايه في الانتربريتيشن الغلط زي الاكزامبل اللي شفناه. طيب هو الموضوع بقى بتاع الاستاتستكس ده هو بعد كده في الشابتر، وده هيبقى موضوع المحاضرة القادمة، هيتكلم على حاجة اسمها الكريتيكال ثينكينج، ان هينبهنا ان في ناس كتير بتهاجم الاستاتستكس. هو مش هدفه ان هو يرد على الهجوم ده، هيشرح لنا حاجة اسمها الكريتيكال ثينكينج علشان احنا نفسنا لما نشتغل بالاستاتستيكال ميثودز ديت ما نقعش في نفس الاخطاء، فنوصل لاستنتاجات ونتائج احنا فاكرين ان احنا مشينا صح بس تكون النتائج دي غلط. فده هيبقى موضوعنا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. عموما لو في اي اسئلة، الموضوع بسيط ان شاء الله، بس لو في اي اسئلة او في اي حاجة مش واضحة او ما اتشرحتش كويس في المحاضرة دي والمحاضرات اللي جاية، هنقدر اننا على طول نتواصل ونتدارك الموقف، بالاضافة طبعا للشتات في السكشن هتوضح الحاجات اللي بنشرحها بشكل عملي أكتر. هكتفي بالقدر ده في الفيديو ده، وهنكمل إن شاء الله الموضوع بتاعنا في فيديو قادم. السلام عليكم.